قليل من الشجاعة والجرأة كفيل بخوض أكثر التجارب إثارة وجنونا. قبل لحظات من ساعة الصفر تتسارع دقات القلب كلما ارتفعت الطائرة عن أخفض بقعة في العالم، فمن على ارتفاع نحو 15,000 قدم كان القفز الحر، وكانت هذه التجربة. كتير حلو وبخوف كمان، بس إن شاء الله. لا كتير انبسطت فيها، كان حتى بدي كمان، حسيت لما خلصت انه خلص بس هيك بدي كمان كنت. الإثارة والتحليق فرصة يوفرها نادي الرياضات الجوية الملكي الأردني بالتعاون مع نادي جامب تاندم من جمهورية تشيك للاستمتاع بالغوص نحو الأرض والمناظر الطبيعية في البحر الميت. القفز هنا رائع، البلاد هنا جميلة حقيقة، هي أجمل من بلادنا، منظر البحر والجوار، إذا كان كل أعضاء الفريق قد شعروا بالمتعة فعلا. من أهداف النادي هو نشر الوعي عن الرياضات الجوية في الأردن وفي العالم العربي، والهدف الثاني هو دعم البرامج السياحية في المناطق المخصصة لعمل النادي. على الرغم من أنها رياضة ليست رائجة محليا، إلا أن منظمي سكاي دايف يتوقعون إقبالا كبيرا على رياضة تستحق المغامرة، تحتاج فقط قليلا من الجرأة وكثيرا من الأدرينالين لتطلق العنان لنفسك وتسبح في الهواء وتستمتع، كما كان يقول لي الدليل الذي رافقني في القفزة. من سماء البحر الميت، غسان بلوز، العربية